هيتيروتوبيا قلناها قبل كده، ديت جبت سيرتها قبل كده. هيتيروتوبيا ان في خلايا موجوده في مكان مش بتاعها، ده الهيتيروتوبيا. هو abnormal foci of non-enhancing gray matter موجودة في مكان subcortical مش في المكان الطبيعي المفروض يكون موجود فيه. يعني الجراي ماتر في المخ موجود فين؟ يا في الكورتكس يا في البيزال جانجليا، هو ده الاماكن بتاع الايه بتاع الجراي ماتر في المخ. لا، في الهيتيروتوبيا بيكون في فوساي اوف جراي ماتر متجمع حوالين الفنتريكلز في اماكن غريبه جدا. بص على الصوره اللي على الجنب دي، بص بيريفنتريكلر كده، تحس ان ده عنده ليمفوما ولا ايه؟ لا مش ليمفوما، ده يطلع هيتيروتوبيا، ده يطلع جراي ماتر عادي جدا جاي في مكان كده حوالين الفنتريكل. فاكرين الليمفوما؟ ها الليمفوما التيومر اللي كان بيحب الابيريفنتريكلر شبيهه دي الهيتيروتوبيا. دي هيتيروتوبيا اللي هي نوديولز كده حوالين او باند اوف كورتكس. ده المفروض ان ايرلي مايجريشن ديفكت، المفروض الحاجات كلها الخلايا كلها كانت قاعده هنا عند الماتريكس الجيرمينال ماتريكس اللي حوالين الفنتريكل، وبعد كده بيحصل لها مايجريشن بقى للكورتكس. لا دول فضلوا قاعدين بحول الله، انا مش هسيب بتومي، انا قاعد هنا يابا. يا حبيب قلبي لازم ان انت ان شاء الله تروح بقى للكورتكس، مش رايح الكورتكس، انا قاعد في الجيرمينال ماتريكس مش متزحزح يا حبيبي. ما ينفعش، ده في ناس جايه هنا ان شاء الله وعندنا لا مش همشي. يبقى هيتيروتوبيا، يبقى الهيتيروتوبيا جراي ماتر قاعد في مكانه الاصلي حوالين الايه حوالين الفنتريكلز، وده برضو بيبرزنت بايه هايبرزنت سيجرز. هتعمل له حاجه؟ لا شيء، ولا هنعمل له اي حاجه خالص. اهو ده الهيتيروتوبيا. والله كلام احبل.